أهلا وسهلا فيكم خلينا نعد الوصفة رقم 7 من وصفات العيد وحلويات العيد. حضرنا لهلأ مجموعة كتير حلوة من الحلويات والموالح. هلأ صار وقت الضيافة المفضلة بالنسبة لي واللي هي عجينة السبلة. ليه؟ لأني بقدر فيها أعمل كتير أشكال زي ما أنتم شايفين هون. لما نعمل بعجينة السبلة عنا بنقدر نعمل هون اللي محشيين مربى واللي هم الأساس، إن كان بالشوكولاتة أو بالفانيلا. كمان منها حنقدر نحط عليها عجينة سكر ونعمل أشكال، أو مجرد أن نغطها بالشوكولاتة. حفرجيكم كل هذا الحكي كيف حنعمله، بس بالأول خليني أعلمكم كيف بنعمل عجينة السبلة. لحتى نحضر عجينة السبلة رح أجي هون لحتى أوسع هناك إلي للشغل. عجينة السبلة بشكل أساسي بتتكون من الطحين والزبدة والسكر، فحتى أبدأ فيها رح أبدأ عندي هون بالزبدة. عندك هذا أنا إذا بدي أخذ السباتولا بدي أسافر، استنوا. رح أحط هون عندي مقدار الزبدة، ورح أحط على الزبدة السكر الناعم. فأنا عندي الزبدة والسكر الناعم رح أتركهم يخفقوا مع بعض شوي، أوكي؟ فهلأ بس شوي ليتجانسوا. لا تنسوا انه بنص عملية الخلط من تحت تتأكدوا انه كل شيء تجانس مع بعض. هلأ اذا انتم ملاحظين انا ما بستخدم الخفاقة، احنا بنستخدم البادل او ما يعرف بمضرب الكف. مضرب الكف هي اورجيكم اياه عشان نتأكد احنا بنستخدم مضرب الكف، ما بنستخدم الخفاقة لما بنعمل عجينة السبلة. هي تمام. هلأ كل ماكينة لازم يكون معها موجود. هلا رح ارجع كمان شوي اخفق الزبده والسكر، بعدين بضيف عليهم الطحين. هلا اخفقوها كمان، يعني على الاقل اخفقوهم 5 دقائق مع بعض لحتى تلاقوا الخليط صار عندكم كريمي. بعد هيك رح نحط عليهم الطحين، ونحط كمان مع الطحين طحين اللوز. عجينه السبلة الاصليه فيها طحين اللوز، فانا حطيت الطحين وهي طحين اللوز، ورح أحط معاهم كمان رشة الملح. ما في بيكنج باودر ولا في بيكنج صودا، غلط ينحط بعجينة السبلة بيكنج باودر أو بيكنج صودا. رح أعجنهم مع بعض، أنا لحد الآن مش ضايفة أي نوع من السوائل، تمام؟ هلا بدي اورجيكم كيف الملمس بيكون قبل ما اضيف عليه البيض. الملمس بيكون عنا زي الرمل المبلول، هيو رمل مبلول هيك اظن واضح معانا، زي الرمل المبلول بيكون، ما بيكون ناشف او ماسك هيك. اوكي هيك تمام، هيها هيك ما بيكون متماسك. هلا شو اللي رح يخليه يتماسك عندي؟ البيض. فاخر خطوه رح اضيفها هي البيض، ومجرد ما نضيف البيض نخفق بس ليتجانس كل إشي ومنوقف، لأنه مجرد ما ضفت سوائل سمحت للبروتين بالطحين إنه يشتغل، وهذا الحكي أنا ما بدي إياه يصير، لأنه أنا عم بعمل بسكوت ما عم بعمل خبز. أضفت البيضة، وطبعاً أكيد مع البيضة أنا ضايفة معلقة من الفانيلا. هيك عجينتي بتكون جاهزة، هتكون معانا بالشكل هاد، هيها بتلزق بالإيد. هلأ اللي رح أعمله إني رح أحطها بورق نايلون وأغلفها وأحطها بالثلاجة ترتاح لمدة 2 ساعة على الأقل حتى يصير الشغل فيها سهل. بعد هيك منطلعها من الثلاجة وبنقدر إننا نشتغل فيها بكل سهولة. رح أحط العجين هون، وأكيد طبعاً محضرت لكم عجين. هلأ بنفس الطريقة اللي عملنا فيها عجينة الفانيلا، نفس الطريقة بالضبط هنعمل عجينة الشوكولاتة. الفرق الوحيد طبعاً في اختلاف بالمقادير من حيث السكر، من حيث الطحين، وطبعاً أكيد في عندي أني أنا رح أضيف عليها الكاكاو. أما طريقة الخلط والأسلوب وإيش منحط أول، فهي نفس طريقة الفانيلا، عجينة السبلة بالفانيلا. هلأ أنا هنا حضرت لكم عجينة السبلة بالشوكولاتة ورقيتها بين ورقتين زبدة.
لحتى وصلت للسموكاد. هلا شايفين مثلا وهي بالثلاجة لما حملتها قطعتها، هل بتخرب؟ اكيد لا، بس بعمل هيك برجع بلزق الاطراف مع بعض والحياة سعيدة، يعني احلى من الشغل فيها ما في. هلا حنقدر ان نشتغل فيها، بدنا نعمل مع بعض كل الاشكال اللي رح اعلمكم اياها هون. هلا حتى ابدا رح استخدم اشكال كثير من القطاعات، بتقدروا تستخدموا اي شكل قطاعه انتم متوفر عندكم، ما في اشي بحكمكم، شو القطاعه الموجوده عندكم استخدموها. مثلا لو بدي استخدم هاي بهالشكل وبهالسمكات، شايفين سمكها تقريبا يعني نحكي 3 ملي هيك اشي، 4 ملي بيكون الحبة، ما تسمكوها زيادة عن اللزوم. وراح أحطها على صينية الخبز اللي أنا كنت محضرتها بس مش عارفة وين راحت. راح أستخدم هاي الصينية هون، وأكيد لازم نكون مبطنينها بورق الزبدة، ما بصير نستخدمها من غير ورق زبدة، حتلزق. هلا إذا كنتوا حتخبزوا مباشرة لأن هالعجينة باردة، فأنتوا مباشرة ودوها للفرن. أما إذا لسه عندكم خطوات، لازم العجينة تكون باردة قبل ما تنخبز. ليه؟ لأنه فيها زبدة، وهاي الزبدة إذا دخلت الفرن وهي أصلاً طرية حتدوب بزيادة. أما إذا رجعنا جمدناها فبالفرن مش حتلحق تدوب، فالحبة حتحافظ على شكلها بالضبط. وهذا هو السبب اللي في ناس حبات السبلية تطلع معهم شكلها، يعني بيعملوا مثلاً شكل خروف، الشكل بيروح بالخبز. ليه؟ لأنهم بيحطوا العجين بحرارة الغرفة بالفرن، لازم من الثلاجة أو من الفريزر إذا بدكم على الفرن. هلأ شو رح نعمل كمان أشكال؟ هلأ بدي أعلمكم كيف نعمل الخروف. لحتى نعمل الخروف، أي قطاعة عندكم إياها بشكل وردة، تمام؟ هي هذا شكل الوردة، رح أقص فيها هيك، ونفس هاي القطاعة رح أستخدمها لحتى أقص عجينة السكر. هي هيك بتكون العجين، ورح أخبزها، تمام؟ لما بعد الخبز رح تضلها محافظة على شكلها تماماً وتضل معاي بالشكل هذا، فهي شكلها كعجين ما حيتغير، بتضلها محافظة على نفس الشكل. هلأ رح نشتغل فيها، شو كمان ممكن نعمل أشكال؟ نفس الشكل الدائري اللي إحنا هلأ قطعناه مع بعض، والمرة الماضية تعلمنا كيف نستخدم ورق الترانسفير وعملنا خواريف العيد. فاللي رح أعمله إني هيها هيك، لحظة أرجع كمان مرة، هي قربت لك ياهم يا رامي، ها عشان تاخدها. أيوة هيهم هيك، هي الخروف وهي الشوكولاتة. فاللي رح أعمله إني رح أجيب شوية شوكولاتة بس، وبحطها على الحبة من النص بهالشكل هيك، ومنلزق من ورق الترانسفير اللي إحنا عملناه. هاي أحد الأشكال اللي إحنا ممكن إننا نسويها. رح أعمل كل الأشكال الضيافة اللي حنحضرها هلا مع بعض. هاي أول شكل. هلا شو كمان إشي ممكن نسويه مع بعض؟ ممكن ناخد البسكوتة مثل ما هي بعد ما خبزناها. وخليني هون أوقف شوي لحتى أحكي لكم عن عملية الخبز عشان ما أنسى المعلومة. هلأ إحنا بردناها، وقلت لكم بعدين مباشرة من الثلاجة على الفرن، حرارة الفرن. يا أهلاً يا سهلاً، جاهز نتعلم الخروف؟ جاهز. بس خليني أحكي عن معلومة الخبز قبل ما أنساها. لازم نخبزها بالفرن على حرارة 190 10 دقائق فقط. فقط؟ فقط. بتضلها العجينة شقرة بس من تحت بتاخذ لون خفيف، أما من فوق بتضلها محافظة على نفس اللون تاعها، تمام؟ تمام. 10 دقائق على حرارة 190. أوكي. بدك تعمل خروف العيد؟ لا رح نساعدك، يلا. يلا. هلا ايه. شوف، كنت بدي أحاول أفرجيكم كمان شكل كيف ممكن ناخذ هون نغطسها بالشوكولاتة البيضة كاملة زي ما هي. هيك. وبعد هيك رح اخذ شوية شوكولاتة بالنية وابلش اعمل، بس اخذ خط لي عنا سميك معليه. حلو. هاي وبهالشكل، هاي عملنا كمان شكل الضيافة، تمام؟ حلو. تمام. هلا شو في كمان عنا اشكال؟ شو في؟ ممكن المربى اكيد. اكيد. هلا حبات المربى رح نستخدم لهم قطاعة معينة اللي هي هذا الشكل الدائري بيكون بالعادة، ودائما بنعمل وحدة ثانية. شو بنعمل من النص؟ شو بنعمل؟ بنفرغها. هاي أطيب وحدة، تمام؟ هلا تمام. بعد الخبز
بصير عنا اياها شكلها بالشكل هذا. نزعت لك اياها؟ لا لا عادي، بنقدر نرجع نلمها ونرجع بنرقها، بس بنبردها لحتى يكون لانها الزبده اذا دابت بصير الشغل فيها كثير صعب. مشان هيك يمكن هي بدها تبريد، لانها هلا أوكي. دابت. اوكي اوكي. هلا شو رح اعمل؟ الشوكولاته رح احشيها مربى فراوله هيك، مربى فراوله. ولما تحط المربى ما تحط المربى على الاطراف، بس بالنص، لانه لما تكبس عليها بالحبه الثانيه حيفرد. تمام؟ تمام. هلا انا عملت إشي غلط، واللي هو انه ما بصير احط هاي الحبه قبل ما ارش عليها سكر. ليه؟ فاحنا لانه اذا حطيتها بعدين رشيت سكر حيتغطى المربى بالسكر، فهي رجعت شلتها رشيتها سكر ناعم وغطيت. وهي كمان شكل. شو جاهز. اخر شكل ضل عندنا؟ الخروف. خروف. جاهز؟ جاهز. يلا بدي اعلمك الخروف اللي رح اعمله بعد اذن. اعلمك الخروف. ايه هلا حط العجين هون، خلص حنكمل شغل فيها بعدين. يا عجينتنا بعد اذنك حنلمك ونحطك هون لحتى اورجيك كيف رح اعمل خروف العيد. رح استخدم عجينه السكر، وعندي هون عجينه سكر جاهزه بنلاقيها هلا صارت حتى بالسوبر ماركتات متوفره. واذا بدنا نعملها احنا قبل هالمره عملناها هون بحلقه برقة. لو سمحت. نعم. عملناها من من المارشميلو. من المارشميلو. اها هلا بس ممكن نذكر كيف نقول للمشاهدين؟ مارشميلو وسكر، بس بندوب المارشميلو بالمايكروويف. نعم. بعد هيك بنضيف عليه السكر الناعم، نخلطهم مع بعض كثير منيح، بتتكون عندنا احلى عجينه سكر. اوكي. وفينا أيوة. نجيبها جاهزه صح؟ نعم فينا نجيبها جاهزه. انا صراحه بحب اجيبها جاهزه لانه كثير صعب تلوينها. يعني هذا اللون الاسود لو تحط علبه الوان حتى فيها تكون جاهزه وملونه. هي بتكون اصلا هيك. فانا مثلا ممكن اعمل البيضه بالبيت، ولكن الملونه لا، بتفضلي ان تجيبيها جاهزه. بتكاسل وبجيبها جاهزه الصراحه. هلا بنفس القطاعه اللي قطعت فيها الخروف نعم رح اقطع له جسمه نفس القطاعه. تمام تمام. فهي يلا عنا دقيقة واحدة، يلا بس نعمل الخروف. يلا خروف واحد عشان نأمور. هلا كيف بدنا نلزق عجينة السكر؟ عجينة السكر اصلا فيها مي. تمام. فهي مش محتاجة لمادة لاصقة. لو نقطة مي تحطها عجينة السكر اصلا فيها سكر، فإذا نقطة مي على السكر شو بصير؟ السكر فيها مي. نعم صح. فإذا حطيت على السكر مي شو بصير فيه؟ شو بصير؟ بصير يلزق. صح. فأنا هذا اللي رح أسويه. هي خروفي نفس المبدا مع بعض نفس القياس بيجوا نضغطها شوي. طبعا احنا وسخناه من اصابعنا. صحيح. بس معلش خروفنا امور لساته. فينا نعمل على الشوكولات. اوكي هيك. هلا بدنا نعمل وجهه، اي قطاعه قلب حب. حاضرها. طب ميلاد عن اذنك خلينا عشان راجي انضغط نفسيا تاخرت عليه. صح. ها. يا طب خلص ربحتني جميل على 12 دقيقة يا زلمة. خلص يلا أنا صار في تربيح جمايل على هالدقيقتين الزيادة. إحنا شو بعد ناقص بالخروف؟ عينيه؟ وجهه. وجهه. وجهه من قطاعة قلب حب عملتها قسمته من النص. حلو؟ حلو تمام. ضل عيونه. أي قطاعة دائرية عنا رح نقص من اللي أنت رقيتها. رح آخذ دائرتين بيض وألزق له إياهم. وين خروفنا؟ هاي الدائرة الثانية. وهلأ دائرتين سود صغار. وهيك شو بصير فيه الخروف؟ بيكون تكون. هاي شفنا عيونه وشفنا وجهه وشفنا راسه. خلص. وهي الدوائر السود. ليه دائما بطلع معي يا حرام هيك؟ كلهم بدهم نظارات. اعمل لكم هلا وصفه البيتي فور، فركزوا معي عشان نعملها سوا. اهلا وسهلا فيكم بوصفتنا الثامنه لليوم، او مش لليوم، من وصفات العيد. وصلنا تقريبا للوصفات الاخيره من وصفات العيد، ضل عندنا الوصفات اللي حنعملها اول يوم العيد. وصفتنا هي البيتي فور، حنعمله بالشوكولاته وبالفانيلا. كثير سهل ومقاديره موجوده ان شاء الله بكل بيت، بس بدي احكي لكم عن التريكس اللي حتخلينا نوصل ل عجينة رهيبة. شو هي؟ عندي هنا الزبدة والسكر. عندي 400 جرام من الزبدة مع كمية السكر الناعم، خفقتهم كتير منيح لحتى صار عندي الملمس هالقد كريمي. ما بعرف إذا مبين معكم قديش بصير الملمس كريمي وفاتح.
ببطل اللون عنا يا غامق. خفقتهم تقريبا ما لا يقل عن 5 دقائق من الخفق. تمام. هلا بعد ما نخفقهم منيح رح اضيف عليهم المكونات الجافه واللي هي عباره عن، انا عم بعمل هون البيتيفور بالفانيلا، بالبيتيفور بالشوكولاته نفس الطريقه، ولكن بنضيف الكاكاو وفي بيصير اختلاف بالمقادير زي ما حيظهر عندكم على الشاشه. فللبيتيفور الفانيلا خفقنا البيض مع الزبده، اضفت الطحين، اضفت كمان النشا، والنشا عنصر جدا اساسي بالبيتيفور ما بنستغني عنه، ورشه الملح. رح اخلطهم مع بعض كثير منيح وبالنهايه اضيف البيض. رح اضيف عليهم البيض عندي بيضه كامله وصفار بيضه، لانها صفار البيضه هي اللي حتعطيني الطراوه، اما البيضه الكامله فتعطينا شويه تماسك فيها. مجرد طبعا واكيد معها الفانيلا. بهالبساطة هاي عجينتي صارت جاهزة، ما بدها أكثر من هيك. إذا كنا إحنا خافقين الزبدة والسكر قبل بوقت، فبعد هيك العجينة كلها ما بتاخد أقل من دقيقة ثواني وبتكون معانا صارت جاهزة. فهي أهم خطوة فيها هي الزبدة والسكر، إننا نعجنهم مع بعض كتير، أو مش نعجنهم، نخلطهم كتير منيح. تمام. هلأ باستخدام الكيس الحلواني رح أحطهم هون بكيس الحلواني حتى أقدر إني أعمل فيهم الأشكال. ما تكتروا كتير بالكيس حتى يسهل عليكم تتحكموا فيه أكثر. طيب رح أبلش أعمل هون الأشكال اللي بدي إياها. هلا الشكل الأكثر شكل متعارف عليه هو بهالشكل، بيكون هيك وهيك. هي هاي. هلا إذا لقيتوا ورقة الزبدة عم تطلع معاكم، بس حطوا شوي تحت هون وحتلزق معكم. نعمل كمان حبة. ما تكبروا الشكل لانها حتفرش شوي بالفرن. بعد هيك اهلا وسهلا. بعد هيك حنوديها، اسمعني خلينا نقول لهم على حاجه وانت كمل اشتغل بسرعه. قبيله وانا بحذيها يعني وقت اللي كان بلادي يعمل في الفقره، كنت بحضر شيف لبنى مش ناخذ فقط 30 ثانية، عاودت لي كلمه انا عندي 5 دقائق اكثر من 10 مرات. طب احذر شو؟ عندي 5 دقائق. روح مكانك. يلا كملي خلص. طيب رح نحطها بالبراد تبرد العجين قبل ما نحطها بالفرن عشان الزبده ترجع تمسك حالها. بنحطها بالفرن على حراره نسيت لحظه اتذكر لكم البيتي فور، على حراره 180 حتاخذ معنا ربع ساعه 15 دقيقه. بتطلع الحبات معنا بهاللون الحلو هذا، ومن تحت بتحمر من فوق بتضلها شقره، يعني شبه عجينه السبله. هلا بعد هيك بنقدر نحشيها باي شيء بدنا اياه، او مش نحشيها نغطسها. يعني مثلا هون بنقدرها هيك شويه دارك شوكليت. ايش بتحب احط لك عليها امين؟ هيك خلص صحتين وهنا. والنتيجه بتكون هي هاي. هي هاي مثلا. أوكي. شويه فستق حلبي، هذا كريمه الفستق مع فستق حلبي مثلا، ممكن جوز هند، ممكن نحط دارك شوكليت مع سبرينكلز، وايت شوكليت مع جوز هند، كل هاي الاضافات بنقدر، او اذا بدكم تقدروا تحطوا عليها شويه مربى وتسكروها للحبه. شكرا وصحتين والف هنا. شكرا شيف.